مرحبا. قلق كبير يسود في أوساط المواطنين بسبب ارتفاع حالات الكوليرا، ففي غياب المياه المكررة التي تخضع للكلور من قبل الدولة، يضطر المواطن المنهك اقتصاديا للجوء إلى المياه غير النظيفة وصهاريج المياه، وبالتالي فأن المشكلة تكمن في اختلاط مياه الشفا والاستخدام المنزلي مع مياه الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تزايد أعداد المصابين. وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته في الأيام الأخيرة عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل 12 إصابة جديدة في يوم واحد، ورفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 239، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ورفعت العدد التراكمي للوفيات إلى 10. وذكر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض أن الموضوع الأساسي حالياً هو تأمين المياه النظيفة، محذرا من اختلاط المياه مع الصرف الصحي. ومزيد من التفاصيل نطلع عليها مع الأخصائي في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط. أهلا بك بروفيسور، كيف ترى مسار الإصابات بالكوليرا في ظل ارتفاع الوفيات إلى 10، و10 أيضا يحتاجون إلى عناية مشددة؟ هل تعتقد أن الإصابات سترتفع وتنتقل إلى باقي المناطق بعد ما كانت محصورة في الشمال وعكار؟ يعني مثل ما عم نلاحظ انه الانتشار عم يزداد كل يوم، كل يوم عم تظهر منطقة جديدة، واذا منشوف رقعة الانتشار الوباء بلبنان منشوفه شوي وشوي عم يمتد، انتشر الى من عكار لبقاع ثم الى منطقة كسروان وجبيل ومنطقة بيروت، ثم الى في ظهر حالات في الجنوب كمان. اذا نحن عم نشوف انه ينتشر الوباء. كيف وليش ما رح ينتشر؟ انه مياه الشفا قد تكون، يعني مش مياه، مياه الابيار قد تكون ملوثة من مياه الصرف الصحي. مياه الشفا اللي بتوصل خاصة في بيروت بتجي بطريقة مكررة من منطقة الضبية. بروفيسور، تعتقد أن التدابير الوقائية تكمن بشكل أساسي في كيفية تأمين المياه النظيفة والمعقمة، أم هنالك تدابير أخرى؟ وماذا أيضا عن اللقاح؟ هلأ اللقاح ورح يوصل على لبنان، لقاح حسب ما فهمنا من منظمة الصحة العالمية رح يوصل تقريبا حوالي 700 ألف لقاح الأسبوع القادم، يمكن يكفي يتم تلقيح الناس اللي بالخط الأمامي في المكافحة، والناس الأكثر شيء معرضين، والناس الأكثر شيء بخطر، يعني الأطفال والكبار بالسن. ولكن إذا يعني حتى نقدر، يعني بدنا نطلب من المواطنين هن بالوقت الحاضر ينتبهوا وينظموا حالهم وينظموا هذا، لبينما الدولة تقدر تسيطر على الوضع. شكرا جزيلا لك الأخصائي في الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط. وزارة الصحة أكدت أكثر من مرة ضرورة وضع قطرتين من الكلور لكل لتر من المياه، وأكدت أن تلوث المزروعات التي تروى بمياه الصرف الصحي والتي ثبت وجود الكوليرا فيها من الصعوبة تعقيمها، وهذا يؤدي إلى التزايد السريع للمرضى.